LMIS, l'école française. كيف تكون مواطنا صالحا؟ الدولة بتبذل جهود كتير عشان تبني الإنسان المصري وفقا لصفات مرغوب فيها. طب إزاي ممكن نغير سلوك الإنسان ليكون سلوكا مميزا؟ من خلال تدريب النشء، يعني الأجيال الجديدة، على الآتي: ندرب النشء على تحديد المشكلات التي يواجهونها، لازم قبل ما تحل المشكلة تحددها، وكمان تدريبهم على التصرف عند مواجهة تلك المشاكل، بالإضافة إلى التفكير في سبل حلها والتواصل والتعاون مع الجماعة. يبقى الدولة بتدرب النشء على تحديد المشكلات التي تواجهه والتفكير في سبل حلها والتصرف عند مواجهة تلك المشكلات والتواصل والتعاون مع الجماعة. طب ليه كل ده؟ لإعداد مواطن صالح، والمواطن الصالح المفروض يكون بيعرف وبيعمل ويكون ويعيش مع الآخرين. المفروض يكون بيعرف ايه؟ المفروض يكون بيعرف حقوقه التي يجب ان يحصل عليها، وواجباته ومسؤولياته اللي المفروض ان يؤديها نحو مجتمعه، والعادات والتقاليد في المجتمع الذي يعيش فيه. يعني يجي لي سؤال اكمل: يجب على المواطن الصالح ان يعرف نقط ونقط ونقط، يبقى حقوقه وواجباته والعادات والتقاليد في المجتمع المصري. امال المفروض المواطن الصالح يعمل ايه؟ يعمل المواطن الصالح على القيام بالتزاماته تجاه وطنه مصر، ويعمل على التحلي بالصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها من دقة وأمانة واجتهاد، وكمان يعمل على حل مشكلات مجتمعه. في هنا سؤال غاية في الأهمية، يقول: أكمل ما يأتي من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المواطن الصالح نقط ونقط ونقط. إجابتي هتبقى الدقة والأمانة والاجتهاد. كده احنا اتعرفنا ازاي المواطن الصالح يعرف ويعمل. امال ليكون ايه؟ ليكون بيشعر بالرضا عما يؤديه من عمل لمجتمعه، ويتمتع بتقدير المجتمع لما يؤديه من اعمال. يعني المفروض ان المواطن الصالح يكون سعيد بالعمل اللي هو بيؤديه للمجتمع، ويكون حاسس ان المجتمع بتاعه بيقدر عمله ده، ويكون المواطن الصالح بيرفض كل اساليب العنف والقوة التي تنال من استقرار المجتمع المصري. يعني اللي بيلجأ للعنف والقوة ده ما يكونش مواطن صالح. وليعيش مع الآخرين، المواطن الصالح يعيش مع الآخرين إيه؟ متعاونا متحابا، يحترم حقوقهم ويتقبل آرائهم. يعني المواطن الصالح ما يبقاش بيحترم حقه هو بس وما بيتقبلش آراء وحقوق الآخرين، لازم زي ما بيحترم حقوقه يحترم حقوق الآخرين، ويؤكد عمليا على انتمائه وولائه للمجتمع الذي يعيش فيه، ويشارك في حل مشكلات مجتمعه، ويتمسك بقيمه وعاداته وتقاليده ومبادئه في الداخل والخارج. طب ايه هي صفات المواطن الصالح؟ ما هي صفات المواطن الصالح؟ صفات المواطن الصالح هي القيام بالتزاماته نحو وطنه، والتمسك بعادات وتقاليد مجتمعه، والتعرف على حقوقه والتمسك بها، والمشاركة في كافة أنشطة المجتمع. وآخر حاجة معانا في الدرس ده هو التعرف على المقصود بالمواطن الصالح. المواطن الصالح هو ذلك الشخص الذي لديه من القيم والمهارات والمعارف ما يساعده في المشاركة بفاعلية في حل قضاياه المجتمعية والنهوض به. يبقى المواطن الصالح هو ذلك الشخص الذي لديه من القيم والمهارات والمعارف ما يساعده في المشاركة بفاعلية في حل قضاياه المجتمعية والنهوض به.